السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه من وصفات طبخ ليلى. ان شاء الله في هذه الحصه غادي نقدم لكم لاموس ديال الفريز. المقادير ديالو جد بسيطه وكيطلع بنين بزاف. ممكن يتكال بحال هكاك في كيسان او ممكن ديروه على شكل طورطات. كنحتاجو 400 غرام ديال الفريز طحناه بلا ماء، 300 غرام ديال العجده سائله، وعندنا 5 الوراق ديال الجيلاتين. هاد الجيلاتين عندنا في كل وحده فيها 2 غرام. عندنا كذلك 80 غرام ديال السنيده، غادي نضيفوها للعصير ديال الفريز. وعندنا 80 غرام ديال السكر كلاصي غادي نزيدوه على العجده. غادي ناخذ العصير ديال الفريز وغادي نديروه فوق البوطه في كاسرونه، نزيدو عليه 80 غرام ديال السنيده ونخليه غير كيبانوا لينا الفقاعات الاولين. صافي كنطفيو عليه. كناخذوا زلافه فيها الماء وكنديروا فيها 5 الوراق ديال الجيلاتين باش يرطابوا لينا. صافي غير كيبانوا لينا هاد الفقاعات كنطفيو عليه وكنزيدو عليه الجيلاتين اللي رطبنا، نعصرو مزيان من الماء وكنزيدوه وكنحركو دغيا باش يدوب لينا غير في السخونية ديال هاد الفريز. كنخوه في شي جبانية وكنخليوه يبرد، خاصو يبرد مزيان عاد باش كنزيدو على الكريم شونتشي اللي غادي نطلعوه دابا. دابا كندوزو نضربو الأجدة السائلة باش نرجعوها كريم شونتي. عندنا 300 غرام ديال الأجدة السائلة، كنزيد عليها 80 غرام ديال السكر كلاصي. خليت الفريز ديالي يبرد مزيان، دابا غادي نبدا نزيدو بشويه بشويه على لاكريم فريش وانا كنخلط. هو تيكون هكا جاري شويه ولكن فاش شي برد تيجمد حيت فيه الجيلاتين. دابا ممكن نقدموه في كؤوس او ممكن نزينو به طورطات. ان شاء الله غادي نقدم لكم طورطات بلاموس ديال الفريز.